مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. آثار القصف على مسجد أنس بن مالك، مدينة دوما. الله أكبر، الله أكبر عليك يا بشار الأسد، الله أكبر عليك، الله ينتقم منك يا بشار الأسد. قصف مسجد أنس بن مالك في مدينة دوما، وين أنتم يا مسلمين؟ أين أنتم يا عرب؟ ألا لعنة الله علينا إنا شدناكم بعد اليوم، ألا لعنة الله علينا إنا شدناكم يا مسلمين بعد اليوم. خذلتمونا يا مسلمين، مسجد أنس بن مالك في مدينة دوما.